أنا تمنيت أفقد وعي، تمنيت مسكت في الممرض، موتني أمانة، موتني. يوم عن يوم بديت أستوعب إنه لا براحة، وبعدين وأنا بسحب كان في شظايا تمسك في رجلي، في حاجة وحدة بستناها، عدل ربنا بس اللي بستناه. أحسن حدا في الدنيا، مش قادرة أوصف لك قديش أنا كنت سعيدة معاه. حياتنا كانت بسيطة، يعني بني آدم كان بسيط، بحب يتعلم، بحب يشتغل، بحبش القعدة بالمرة، دايما أقول نفسي أعمل، هعمل لكم، هسوي لكم. يعني عمروش ذكر الموت، عمروش ذكر شغلات يعني إنها يعني فيها يأس. أول شخص أنصدم في الحرب استشاري، بس قولي لا إله إلا الله، قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. خلص ما تحكيش غير هيك، ضلك احكي هيك. كانت هي سند إلي لحد قبل ما تستشهد، هي سند إلي، كانت تتمنى تستشهد، بس لما استشهد جوزها يقول يا رب أعطيني العمر عشان أقدر أقف معاكي وأربي معاكي أولادي. في البيت أول شيء كنت أنا وولادي ثلاثة، وأختي هي وولادها اثنين، كويس؟ يعني كلياتنا احنا 11 نفر، أمي وأبويا وأخواتي اثنين. كنا نايمين أول شيء في غرفة واحدة، أنا بس وأختي وولادي، أخويا في غرفة ثانية، أمي وأبوي في غرفة ثانية. سمعت صوت، بعدين نار مع صوت، تعرفيش كيف؟ فأنا بدي ألف حالي، يعني أشرد هيك، بس بدي ألف حالي، ما لحقتش ألف حالي، حتى مجرد التفكير ما قدرتش أكمله. بعد قديش رفعت راسي هذا ما بعرفش، أنا رفعت راسي كان لسه غبرة. طبعاً أنا لما طلعت أيقنت تماماً إنه ولا واحد ضل، أولادي الاثنين كانوا تحت رجلي، ناصر جنبي. لما صارت الضربة طبعاً أنا ما شفتش ولا واحد فيهم، أنا ما أعتقد إنهم في الدار بس مفرتكين، يعني كان يعني أشلاء. يعني أنا وعيت بعدين على صوت ناصر بعد ما رفعت حالي وشفت رجلي، بس كل اللي كنت حاسة إنه نار شابة في جسمي، نار. يعني أنا فكرت حالي كنت أتوهم، فاكتشفت إنه رجلي محروقة، إيدي محروقة، أنا شوية حرق. أنا كنت أصرخ بس ما كنتش أحكي إلا يا رب بس. فالناس كانوا في المدرسة سمعين صوتي من المدرسة. أول ما سمعت كلمة فيش حدا صرت أزحف، وبعدين وأنا بزحف كان في شظايا تمسك في رجلي الثانية اللي هي اللي فيها الغرز والحرق. كنت حاسة في إشي بيشبك في رجلي، نار زي شغلات زي النار بتمسك في رجلي، مسك بتمسك فيها. لحد ما وصلت حفت البيت وكنت شايفة الناس، فصرت أشر لهم وأنادي عليهم وأصرخ، بس أقول يا رب، يعني مش أصرخ يا هو يا ناس مش عارف، بس يا رب. لحد ما شافوا صار يقولوا في بنت بتنادي. لما شفت ضوء الإسعافات يعني صار عندي أمل، خلص في ناس، في أجوا ناس، سامع صوت ناس. متى أنا الحين فقدت أعصابي؟ أنا سمعت واحد بيقول فيش حدا. أنا تمنيت أفقد وعي، تمنيت، رجيتهم، أمانة نايمين. سبت المستشفى لما حطوني على الأرض كنت شايفة أخويا وهو بنازع، كنت شايفة أبويا وهو بنين وبعملوا له إسعافات أولية. يوم عن يوم بديت أستوعب إنه ولادي راحوا، وإنه أمي راحت، ما حدش ضل. يعني ضليت متأملة إنه واحد يفتح الستاريك علي ويقول لي أنا أجيب. تأملت إن أولادي يجون حواليا، يعني يكونوا جنبي. تأملت، يعني هو كنت متيقنة، بس يعني هو تعتبري زي حلم، زي أمل هيك. كنت لدرجة تدعي ربنا في الليل أقول يا رب أنت تحيي العظام وهي رميم، يا رب يكون يعني كذب. مسكت في الممرض، موتني أمانة، موتني، ما تسيبنيش هيك، ما هو يا بتموتني يا بتنيمني، واحد من الاثنين، تسيبونيش زي هيك. بحكي لك لما كانوا يسألوني أنت زعلانة، زعلانة الله، لا مش حتى زعلانة، أقول بكرة الله، والله غير الله يعوضك وتسافري وتركبي طرف. أقول لهم أنا أولادي بحبوني، لو ما بحبونيش كان ما أخذش رجلي معي. بعدين أنا رجلي ضمنت الجنة فيها، هذا هو وجعي، كأني كل يوم أنا بلد، كل يوم، كل يوم في آخر مرحلة، في أصعب مرحلة. أمي طبعا راحت،
أخوي عبد الرحمن، أخوي آدم، أختي إيمان هي وأولادها راحوا. شو رسالتك للعالم؟ هو فيش كلام ينحكى ولا أي كلمة بتنحكى إلهم، لأنه أنا متأكدة هم شايفين كل دقيقة بشوفه وكل ثانية بشوفه، وما أعتقدش إنه كلامي إذا الصورة ما غيرتش فيهم إنه كلامي يغير أي شيء. طالما الضمير في الصورة ما تحركش ما أعتقدش كلامي يحرك. هي حاجة واحدة بستناها، عدل ربنا بس اللي بستناه. أنا لا بستنى عدل عالم ولا عدل بني آدمين ولا عدل محكمة دولية ولا غيره. لله ما أقول، لله ما أحب.